عندي عيالي في المدرسة ديت، اه وبعدين عيالي زمايله، وبعدين ايه زباين مين؟ الزمايل اللي توفى اه في نفس الفصل. اه تمام. وبعدين فيهم مدرس يقول له اكيد لا تاخد دروس، يضربوا بقى 10 هنا و10، يضربوا 10 هنا و10 على السن هنا. وبعدين مش اول مره سنة، مرتين ثلاثه. اه وانت بتقول هتيجي تسحب له؟ انا هسحب الدوسيه بتاعه مش هدخله. اه اهو يوسف ابني. اه فضل الكريم ابو العيله اهو. جاي اسحب الدوسيه بتاعه. يعني طب ابنك جه اشتكى لك قبل كده من الضرب والكلام؟ اشتكوا لي. قال لك ايه بقى؟ بيضربوه 10 هنا و10 هنا. اه عشان ياخد درس بالفلوس. بيضرب يضربوا وبيضربوا. كذا مره يشتكي لي. يعني مش اول مره، كذا مره يابا مش عاوز اروح عشان بيتبدري. اه لا ياخد فلوس ياخد درس لا يضربوه. وضرب محمد ابني قبل كده هو. ضرب محمد المدرس نفس المدرس. نفس المدرس. يعني المدرس ده بيضرب كتير. راح ضربه على 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 قفاه كده، وراح ضربه في بطنه. وجالي برضه عيطت لي ورحت له. قال لي ده مش عاوز يتعلم ومش عارف ايه، عشان ايه ادفع له فلوس دروس خصوصيه درس. ماشي يا حبيبي. شكرا يا باشا.